شابة تم تزويجها من قبل أهلها رغما عنها حسب ادعائها من ابن عمها عاشت وياه على مدار خمس سنوات مثل ما تحدثت تحت التعنيف المستمر كان يضربها وكل ما يضربها تلجأ إلى أهلها لكن أهلها أيضا كانوا يضربوها حسب ما تحدثت إنه ويجبروها أنه ترجع إلى بيت الزوج استمر الوضع على هذا الحال حتى قامت بالهروب هذه النتيجة اللي وصلت والتوجه إلى الأجهزة الأمنية تسكن او يتم ايواها في احد دور الايواء. هاي الشابه اليوم ما تقدر لا ترجع لاهلها ولا تقدر ترجع لرجلها لان خلص هي كانت في بيت او دار للايواء. خلونا نشوف من ديقار هذه القصه. أه سولفيلي بدايه انه انت متزوجه و وشلون اهلك تطوشي لرجل وهذا الرجل انه هو ما مقتنع بيك ولا انت مقتنعه بيه وبالتالي يعني آه صارت حياتك يعني سوداويه. شنو تعد رجلي؟ عده أول مره؟ وابوي طال غصب لابن عمي. من هاي يعني رجلي كان يعلم فيا هو معوق. عوق. ولا مره؟ اي قام يضربني, يضربني ويرجعني لاهلي. وابوي يضربني ويرجعني رجلي يعني انت صرت ضحيه بين الاهل والرجل ابوك ليش يضربك يقول لي لا تطلقين يعني من عنده اي ابقى عند رجلك ورجلي يقول لي يعني ما اريدك انا بس ما طلقت مم. اخلي اضل بيته اذلك يعني زي. انت شنو من تزوجتي يعني من بدايه الزواج لو بعد فتره مثلا زين شنو الاسباب اللي مثلا يخلي زوجك يضربك بهذه القساوه وبهالعنف هذا هو رجل يعني عقله مو كامل <applause> خمس سنين بقيت وياي يعني على هاي الحالة أول مرة يعني من أول مرة يعني أنت بقيت بهذه الحالة خمس سنوات على أي. هذا الوضع عايشتي؟ <applause> زين اهلك ما شافوا لك حل مثلا دين هم يدرون بي انه هو مو كامل عقله وانه هو معوق هو ابن عمي يعني اللي يقول ابوي تخلص لي زين <applause> يعني سولفي لي شنو كان يستخدم وياك وشلون كان يعنفك ويضربك سولفي لي هاي التفاصيل يضربني كله يعني يقفل الباب ويضرب بيه وبعد. يعني حتى الجسد مالي كله صاير ازرق مه. يعني من قد الضرب زين هو غير معوق يعني شلون يقدر يضرب هي رجله معوقه زين شنو الاسباب اللي يخليك مثلا انت مثلا ما تنفذي له طلباته مثلا ما تساعدينه مثلا خليه مثلا يضربك زين ما حكيتي وياه ما تفاهمتي وياه ما وصلتي وياه الى حل تفاهمت وياه يعني وجبته بكل الطرق بس ما اجى مه. مه. زين تعرضتي للتعنيف ويعني حتى جسدك الشوه مثل ما قلتي زين وين لجاتي؟ بالتالي تردين شخص يحميك وين رحتي؟ من زين رحت لل يعني للامن الوطني اي للشرطه زين آه اليوم انت بحمايه الشرطه آه زين على هذا الوضع اهلك ما اجوك اهل زوجك ما اجوش مثلا وشافوا انه هاي البنيه مثلا هزمت وهذا وضعها، بالتالي احنا اليوم بمحافظه قار او بالناصريه عندنا هذا الشيء عيب يعني المراه تطلع من البيت وتتعرض للتعنيف وتروح مثلا تلجا للشرطه، صراحه هذا الشيء عيب يعني اهلك مثلا ما سئلوا وراك ما اجوش خلال هذه الفتره؟ اجوني اجوني بهذا الاسبوع. قالوا ترجعين يعني نحبسك بغرفه وما تطلعين من باب الغرفه. زين رجعوش الرجلش لو للبيت لا حتى. مو انا طلقت يعني من عندك قوة طلقني اي قوة طلقني زين يعني انت بعد هاي المأساة وبعد هذا الضروب وشي طلقتي طلقت بس هسه ما اريد ارجع لاهلي لان اهلي قالوا لي اذا ترجعين يعني قتل مم. يعني بشكل علني حددوك بانه اذا رجعتي لهم وما رجعتي الى رجلك يعني راح تنضربين نفس الحاله ترجع وايضا هددوش بالقتل مم. يعني صار في لها التفاصيل جوني قالوا لي قالوا لي هم من ترجعين يعني, يعني عمامك يضربونك ويقتلونك حتى يعني حتى عمي تهدد عليه مه. يعني فوق هذا زين انت هسه رسالتك توصليها للقوات الامنيه للجهات المعنيه زين اه شنو الرساله اللي توجهينها يعني تردين حمايه يعني شنو حابه تقولين للناس للجهات المعنيه مثلا شنو يقدمون لك حتى تحافظين على حياتك وهذا الوضع اللي عايشته انت هنا صراحه يعني مو مناسب اي مو مناسب هذا المكان بس انا اريد يكون بس يحموني بس كون ما ابقى هنا اريد يعني على نفسي اتحمل المسؤوليه بس يكون يعني من يطلعوني منه يعني ما رجل ما اريد ارجع لاهلي زين يحمونك مثلا شنو يوفرون لك حتى يحموك؟ يعني بس يعطوني الحريه مم. بس يعني طلعوني من هذا المكان يعني ما اريد ارجع لهلي زين هسه انت مثلا بالناصريه تقدرين تتحركين لو ما تقدرين تتحركين اقدر اتحرك يعني ما راح يشوفوك اهلك اهل زوجك لا ما يشوفونين هم بعاد شوي عنه. مم. يعني تقدرين تتحركين بالناصريه مثلا اذا حصلت على حريتك اي مم. اقدر أتح... اذا حصلت على حريتي اقدر اطلع مم. يعني واقدر اتحرك وما حد يلمسني مم.